متخوفة. خلينا نتكلم بكل أمانة، في قلق شوية من جماهير النادي الأهلي إن المباراة النتيجة تخرج على المستوى التعادل لا قدر الله يحصل حاجة. خلينا نحط سيناريو كده مع حضرتك، يعني فرص النادي الأهلي إن شاء الله في الفوز هناك، وأعتقد الفوز بيبقى خطوة كبيرة. الفوز أولا، الفوز هو الحل. الفوز هو الحل. حلوة حلوة الجملة دي. الفوز هو الحل. صحيح. طيب التعادل، أنت تعادلت هنا 2-2. طب تعادلت 0-0 وتعادلت 1-1 مثلا. لا، ما هي مشكله انك تعادلت 2-2 دي كمان مشكله. انت عارف لو تعادلت 0-0 ورحت تعادلت 1-1 ورجعوا للمواجهات المباشره. بالظبط. طيب انت بعد ماتش فيتا طالع على المريخ. بالظبط. هذه مباراه صعبه، هتشوف المريخ فرقه تانية خالص. مظبوط. تمام. صح. فانت هنا في فيتا لازم تاكل فيتا. في فيتا لازم تاكل فيتا. لازم تاكل فيتا. يعني ان شاء الله باذن الله. ما انا بقول لك باذن الله يعني لازم تاكل فيتا. طب هو فيتا صعب انه يعني لا، ده عاوزه تحضير وعاوزه شغل وعاوزه تبقى انت عارف الفرقه ودارسها. ثانيا، من ابرز مميزات الاهلي على مدار يعني فرقه المختلفه، عنده ميزه انا شايف الاهلي مفتقدها يا كابتن، الضغط على حمل الكوره، استخلاص الكوره، بيسيب وقت كبير جدا. يعني انت لو شفت الكوره بتاعت ضربه جزاء ورجعتها بتاعت فيتا، شوف اللاعب مشي من فين لغايه فين. دي كلها دروس مستفاده طبعا. فين؟ اكيد. ما هو لازم الضغط من بره. لما رحت له انت ما لمستوش، انت رحت له بس يا دوب عملت كده. هو عمل، هو راسم حتى ما لمسوش، هو راسم بس هو وصل لنقطه صعبه والحكم بلع ايه؟ بنى على اللعبه. بالظبط. بلعها. الضغط، ما فيش ضغط. وده اللي تم اكتشافه فين؟ في ماتش ايه؟ سيمبا. كتير جدا في حاله خوف غريبه مش يعني مبرره. يعني ازاي يسيب لاعب قد من 1 و2 و3 واتفرج عليه ما اعرفش اخد منه الكوره؟ دي حاجات اعتقد في حسابات، يعني اذكر في حسابات هي دي دروس سمان. مش حسابات، دي دروس كمان للموسيماني. ان هو في وقت من الاوقات، خلي بالك كمان هو كان في وقت من الاوقات بيجذب كتير جدا، فلعب عمرو السوليه لوحده ونزل 4 مهاجمين في الدقيقة اللي وصلنا فيها ل 2-1. فده درس مستفاد، ان حتى وانت كسبان 2-1 لا، انت لازم نقفل كويس، نزل كمان واحد ديفندر يبقى الاثنين واقفين، او نزل كمان واحد ثالث ديفندر مش مشكلة خالص. المباراة اللي فاتت، المباراة اللي فاتت نزل رامي ربيعة. علشان شايف ان الامور راحة، لازم نمتلك نص الملعب. فاعتقد كل دي دروس مستفادة، وده يترجم بقى مباراة فيتا اللي يمكن. انا بقول لك اهو، شوف الجول اللي بتاع فيتا مشي من فين؟ نفس لعبة يا كابتن، نفس لعبة ضربة الجزاء، جالك من الطرف وعدى، واللي عدى منه كأنه بيتفرج سابه، يعني مكان من احترامي. يعني الحاجات دي مش يعني الحاجات دي طبعا ما الحاجات ما خلاص دي. انت وصلت المباراة، يعني مباراة، انا في رأيي مباراة كؤوس. يعني انت رايح كل، يعني المفروض حتى ما تفكرش في التعادل، لازم نازل المباراة وبتركز على المباراة انك تكسب هذه المباراة. تكسبها ازاي؟ لا، تكسبها بقى بالمجهود، بالعرق، بالجري. المفروض تكسب هذه المباراه. تكسبها ازاي؟ علشان ما نحطش نفسنا في حزبه بيرمي. انا بقول لك اهو، اي حاجه ثانيه هتحطك على المحك، وهتقول مش بايدي، ده بايد عمرو. عمرو هو اللي هيخلص المساله. طب عمرو ما خلصش المساله، طب انت تروح فين؟ لان احسبها، لانه 2-2 عملت لك مشكله. طب يعني عارف لو نتيجه مثلا اي حاجه، يعني مثلا 0-0 او 1-1، لكن كل ما تدي فرصه انت الخوف انك تصل لمرحله المواجهات المباشره. وانا بقول لك اهو، لا بديل عن الفوز. الفوز ده مستحيل. لا مش طب صعب. صعب، بس عاوز عمل، عاوز شغل، عاوز اجتهاد، عاوز تلافي الاخطاء. تقدر تعمل؟ تقدر. فرقه مش مرعبه؟ لا مش مرعبه. على ملعبها كويس انه ما فيش جمهور. هتقول لي الشمس ايه؟ شمس وضله والكلام ده؟ لا يا جماعه، لا. اعتقد ان موسيماني مطالب كمان يبرهن على قدراته في التحديات الكبيره، وانه يعرف يعمل ايه هناك وياخد المباراه ازاي ويسيطر، وازاي يخلي فيتا ما يدخلش الملعب. ما يخشش المباراه. يعني قصدي ما يخشش المباراه، ما يخشش، يعني ما يخلوش، لو سجل فيه خلاص هتبقى مشكله.